عايز اعرف رايك في الماتش كده بعد ما اتفرجنا عليه وشفنا محمد صلاح النهارده وهو متقفل عليه تقفيله صعبه، فرايك في اللي حصل ده ايه؟ هو فعلا محمد صلاح كانوا مركزين معاه، بس انا فرحانه برضو ان احنا ادينا يعني في فرصه لناس تانيين طلعت، وزي تريزيجيه انا مبسوطه جدا ان هو اللي جاب الجون. طبعا انا بحب صلاح جدا، بس برضو احب اشجع كل الفريق القومي بتاعنا، يعني مش بس لاعب واحد، لان الكره دي لعبه جماعيه. فانا فرحانه جدا ان تريزيجيه جاب جون، وصلاح هو يعني كان متكمش عليه جامد جدا. واضح ان الخطه بتاعت الفريق الزيمبابوي ان انت روح ركز مع صلاح وسيب باقي الماتش. الشوط الثاني تحس ان الدنيا وقعت كده، في رايك في الموضوع ده ايه وشايفاه ليه؟ هو احنا عندنا يعني حته تريح كده بتحصل لما نكسب، فيعني ده عادي، يعني ان احنا خدنا البتاع نريح بقى وندافع. بس كان في كذا هجمه كويسه، في الهجمات اللي هي كانت في جون كان جاي بتاع صلاح وبتاع لا يعني في مروان، فلا كان وعبد الله سعيد، يعني في جوان كانت جايه بس لحقوها. اتوقع ايه عموما للمنتخب بعد ما شفنا شكله النهارده؟ والله انا اتوقع ان هو المنتخب بيسخن، بس هو اكيد يعني عنده مفاجآت كتيره الماتشات الجاي، فهو واخد الموضوع على هداوه، ودي استراتيجي حلوه ان هو مش عايز يعني يجهد نفسه في الادوار الاولى. فمتهيألي ان احنا نشوف يعني اداء اقوى بكتير في المباراه الجايه. شكرا. يعني احلى مشجعات النهارده، فنتكلم بقى عن المباراه ورايكم فيها ايه؟ مبروك لمصر طبعا، مبروك يعني امسك المايك، عايزه اقول يعني بجد مبروك لمصر. المايك لسه سايباه وحش. يعني هي بتقولي كده طبعا عشان انا مذيعه، او يعني كنت النهارده بغطي الايفنت. لا بس بصراحه احنا يعني ختموها مسك، واحد بقى اتنين، المهم احنا كسبنا. مش مهم. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك؟ رايك ايه في الماتش؟ والله كان عجبني جدا. مش محمد صلاح بيلعب؟ انا مبسوطه. هي بقى ما عندهاش اي فكره عن الكوره الا محمد صلاح. مش محمد صلاح بيلعب يا جماعه، لازم نشجع. طب انت ايه رايك في التقفيله اللي حصلت على محمد صلاح؟ انا كنت لسه بتكلم عليها. بجد يا عيني اتظلم النهارده، هو مش عارف يلعب بسبب ان هم كانوا خانقينه. كان بس ايه عارف اللي هو ماسكينه ماسكه ما تتمسكش عليهم، يعني عارفين يمسكوه ويحوطوه. بس مش قادر ما تتمسكش عليهم، ما يوقعوش، ما بيزقوهوش، بس خانقينه، بس مش مديين له فرصه يتحرك. حرفانه برضه منهم. ما هو بص، هم شاطرين طبعا وبيجروا قوي قوي وشداد وجماد. هم يركزوا مع صلاح واخدين يعني يعني كنت هزعل قوي الاول ماتش لمصر ونخسر. كنا هنكتئب يعني متفائلين ان شاء الله بالمكسب، ومبسوطين النهارده فعلا بجد بالنهايه دي. عايزين نقول للناس بجد عايزين نقول للناس ان شاء الله باذن الله هنكمل للفاينل، ومحدش عارف ممكن ناخد الكاس. ناخدها؟ انا لازم اتوقع ناخدها، يعني انا بطبعي متفائله. فلازم اتوقع ان انا اخدها. طبعا نفسنا فعلا ان احنا ناخد. انا بحس تعبوا شويه وباذن الله يعني هنوصل نجم الماتش النهارده. تريزيجيه طبعا صراحه، ومحمد صلاح. يعني محمد صلاح بيعمل بمجهود، هو اللي بيصنع الكوره، هو يعني عارف لازم التاتش بتاعه ده بصراحه. كلهم يعني كلهم كانوا كويسين، بس تريزيجيه وصلاح استمويته. محمد صلاح والشناوي الفريق الثاني كان بيلعب حلو قوي. محمد صلاح والشناوي. الشناوي فاتني. محمد صلاح يعني الشناوي شال كام كوره دول، لو كان هيوجعونا نفسيا. كانوا اول جول، اول هجمه ليهم كانت هتيجي طبعا، واخر هجمه كانت يعني الشناوي بصراحه هو اللي شالها. وطبعا محمد صلاح انا مش مصدقه بتتكلم في الكوره. يعني احنا ما كناش فهمت حاجه من ساعتين ولا كان عندها اي فكره والله العظيم. خلاص بقينا محللين. انا كنت مبسوطه جدا. التوقعات كانت المفروض يكون يعني شويه ممكن 4-5، بس مش مشكله. احنا كسبانين وثابتين وجودنا، مش بالعدد الاجوان يعني. بس عايز اعرف رايك كيف موضوع محمد صلاح النهارده والتقفيله اللي حصلت عليه، وتقول لنا رايك في الماتش كمان بشكل عام. لا بص، هو انا ماليش في الكوره قوي على فكره يعني، بس هو مبدئيا زي ما قال المعلق ان بدات افريقيا تشد حيلها شويه في الكوره، دي حقيقه، وواضح ان هم صحتهم برده مساعداهم يعني. ف بس لكن احنا طلعنا نزلنا يعني. بس مين نجم الماتش النهارده؟ لا من نجم هو صلاح. هيفضل هو ماشي، بس ماشي طبعا اكيد يعني ليه الفضل في حاجه زي كده، انه يعني فرحنا طبعا وكده، بس
كله لا ان شاء الله. يعني ايه المنتخب؟ ان شاء الله. لا وتحيا مصر، اهم حاجه تحيا مصر. والله المباراه بدايه مشرفه لمصر، والنادي تحسب لمصر، ماتش جميل جدا ان مصر تفوز. وطبعا تريزي جيه هو نجم المباراه، واحنا يعني كان ممكن ان احنا نجيب اكتر من جون، بس هو الحظ ما وفقش محمد صلاح وما وفقش الفريق المصري المنتخب المصري ان هو يجيب جون تاني. لو تقييمك للمباراه بنسبه مئويه تقول كام في الميه النهارده؟ والله المباراه ديت يعني ممكن تقول 75%. لكن هو برضو الزيمبابوي كان برضو عملت مجهود كبير قوي في اللعب، لكن برضو يعني مصر اقوى، يعني مصر